السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في التتمة ديال لوجيسيال توبوجين. كيف ما شفنا في الحصة اللي فات دوينا على الفيزيدم، والفيزيدم قلنا هي أول حاجة كنبدأ بها من بعد ما كنعدل لي بوان دابوي ديالي ولي زوبسيرفاسيون ديالي فاش كنعرفهم بلي راهم مزيانين، كنبدأ بالفيزيدم. تاني حاجة ممكن تكون تاني حاجة ممكن تكون تالت حاجة، فهمتي؟ دونك في حالات كان عندي شومينمو، كيفاش شومينمو؟ حال ما هكا، حال ما هذا الشكل، في حالات كان عندي شومينمو راه هو باش كنبدا، ياك؟ في حالات ما كانش عندي شومينمو لاش كنمشي؟ كنمشي لواحد الحاجة اللي سميتها لالينيومو. دونك هذا الشومينمو كان راه كياخذنا نيميرو 2، ما كانش راه لالينيومو اللي كياخذ نيميرو 2. غنشرح لك. تخيل معايا انني خدام هكا، عندي شومينمون بحال ما هكا، وعندي دي بوين في لالينيومون بحال ما هكا. نورمالمون امتى كنكالكولي لالينيومون؟ كنكالكولي لالينيومون اونتر دو بوين كونو، ياك؟ تخيل معايا الا انا عندي شومينمون، امتى ممكن نكالكولي هاد لي بوين كون هاد لي بوين في لالينيومون؟ نورمالمون حتى نكالكولي لي ستاسيون باش غنعطيهم لي كوردوني ديالهم. دونك في هاد الحالة بيسبق ليا الشومينمون على لالينيومون، خصني نكالكولي الشومينمون هو الاول، ياك؟ باش تكالكولي ليا انا هاد لو بوان اللي هي هنا وهاد لو بوان اللي هي اس 2، عاد ديك الساعة نكالكولي بيناتهم لالينيومون اللي هو لو بوان او ا ولا الاو بي ولا الاو سي، واضح؟ وليني في حالة كان عندي الشومينمون امبوسيبل يسبقو لالينيومون. دونك اول حاجه كنديرو هو اننا كنكالكوليو الشومينمون ديالنا بحال ما هكا. وليني كاين اللي غادي يقول لك اوتي كيفاش ممكن لي كالكولي الشومينمون؟ الشومينمون نوعان، فهمتي؟ الشومينمون نوعان، غادي نشوفو المره الاولى غادي نشوفو الشومينمون لونسي، واضح؟ الشومينمون لونسي، وهذا الشومينمون لونسي غير مقبول لدى الكادستر، فهمتي؟ باش نكونوا فاهمين، هذا الشومينمون لونسي غير مقبول لدى الكادستر، متفقين؟ دونك الحاجه اللي مقبوله عند الكادستر في الشومينمون هي الشومينمون كومبونسي، يعني الشومينمون اونكادري، فهمتي؟ الشومينمون اونطونجو، يعني اللي كيحكون محصور ومكادري من جوج ديال الجناب، يعني كيعرفوا بلي راه هذوك لي كوردوني راه مكادرين ليا ومحاصرين، فهمتي؟ يعني ما فالتينش ليا. دونك نمشيو للشومينمون لونسي. الشومينمون لونسي اشنو كيعني ليا الشومينمون لونسي؟ سي تادير عنده الديبار ولكن ما عندوش لا فيرميتور. دونك بحال الا مشينا لهاد المثال هذا، وانا استاسيونيت لو بوين ا واستاسيونيت هاد لو بوين هادي واستاسيونيت هادي واستاسيونيت هادي واستاسيونيت هادي، ولاني فاستاسيونيت هنا ما شفتش هاد بي، حيت هاد بي كتعتبر فيرميتور، فهمتي؟ ما شفتش انا بي، انا اخر وحده شفت هي استاسيون 4، فهمتي؟ هي استاسيون 4 مثلا، فهمتيني؟ دونك ما كايناش لا فيرميتور، ما كايناش هاجي راه هي ديبار، كنسميوه ديبار، ياك؟ وهاجي اف فيرميتور، واضح؟ دونك فهاد الحاله هاجي ما كيكونش عندنا في شومينمون لونسي، ما كتكونش عندي لا فيرميتور، كيكون عندي غير ديبار بوحدو. دونك كيفاش كندير حتى كنكالكولي هاد النوع ديال الشومينمون؟ اول حاجه كيف ما كنقول لكم دائما هاد جيزمون دو ديبار كنديرو عليه ا كالكولي، واضح؟ وهنايا لا ريفيرونس، يعني لو بوين اللي شفتها كريفيرونس ديالي، وليني مزيان نجيرو انا كندير غير او ازار، وليني انا غادي نقول لكم شنو هو البرينسيپ. 3 مثلا 4 و 3 هادي درناها، شي حاجه الا تعاودت ما تخليكش انك تعاودها، فهمتي؟ وتدير مثلا الريفيرونس ديالك هو 3 وتمشي تما، اوكي؟ قال لك لونغل ما كايناش، دونك نورمالمون هادو ما مزيانينش، هادو ما مزيانينش، دونك خصني نمشي ندير 2، خصني ندير 2، باش ندير 2 ندير 2، ياك؟ وندير سي جي 3، وندير سي جي داشي نديرو سي تيل كات،
ياك غنديرو هنايا روبونيت اوكي بحال ما هكا بغيتي فهمتي هنايا شي شوف باش تعرفوا انه لونسي ما كيعطيكش المعلومات اللي كاينه لتحت حيت شوميمون اونطوندو او لا كومبونسي كيعطيك المعلومات يعني لا فيرميتور ولا توليرونس وشحال لونغور ديال سميتو بزاف ديال الحوايج هادشي مازال غادي نشوفوه فهمتوا هادشي مازال غادي نشوفوه دونك شنو انا درت هنايا يعني باش نحاولوا ديما نرجعوا للشيما هي اللي غادي توضح لينا بزاف ديال الحوايج اشنو درت انا مشيت مثلا ستاسيونيت ا ياك اشنو شفت شفت واحد الريفيرونس هذا ياك عاوتاني شفت هذا لو بوين جيت ستاسيونيت في هذا لو بوين شفت هنا ياك جيت عاوتاني هذا لو بوين فاش جيت انا هنايا شفت هنا وشفت هنا جيت لهنايا وانا نشوف هنا ياك وانا نشوف حتى لهاد الجهه جيت لهنايا وانا نشوف غير هنا صافي يعني صافي ساليت نمشي هنايا ما عنديش انا لا فيرميتور كون عندي لا فيرميتور كون ضرت لهاد الجهه لهاد بي نشوفها لا فاسون ديال الكالكول قلت لكم كالتالي يعني كيفاش بغيت ندخل عقلوا معايا مثلا عندي ا عاجي هادي نسميوها ار زعما نسبه للريفيرونس وهادي نسميوها ال1 واجي اس2 اس3 اس4 واضح كيف غادي ندير ندخلهم كيف ما قلت لكم انا انطلاقا من الترتيب اللي عندي فهمتي اشنو بغيت ندير بغيت ندير ا ياك اشنو بغيت نتبعها بغيت نتبعها اس1 فهمتي بغيت نتبع اس1 واشنو اخر بغيت نتبع اس2 واشنو اخر اس3 وبغيت نتبع انا عما سيجي اس4 وبغيت نزقى حيت اس4 انا فاش وقفت اس4 وقفت هنايا بتكون شافته فهمتي بتكون راه شافته هنا ما غاديش يتكالكول ليا بطبيعه الحال الاخوان حيت انا ما حطش هادو ما حطش ليهم لي كوردوني ديالهم بعدا على الاقل دو بوين فهمتي دو بوين ما حطش لهم انا لي كوردوني ديالهم داكشي علاش ما غاديش يتكالكول تجي ليه كاع اوكي بيقول لك لونغل ما كايناش شتي لي كوردوني سميتو نيميرو نون سيزي كوردوني نون تروفي كوردوني نون تروفي فهمتي دونك ما غاديش يعطي انا بغيت نوريك غير لا فاسون كيفاش تحط هادوك لي بوين بديك لا فاسون فهمتي يكونوا مرتبين لي ستاسيون لي ستاسيونيتي لي بوين لي ستاسيونيتي هما اللي كتبدا كتدخل بالترتيب بطبيعه الحال ستاسيونيت هادي عاد هادي عاد هادي عاد هادي عاد هادي بغيت ندخلهم بالترتيب ا اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 وبغيت نزقى وبغيت ندخل لا ريفيرونس ديالت ا اللي هي اف فهمتي وبغيت ندير اونتري اونتري بيعطيني الكالكول ديالي بكل بساطه وبكل سرعه فهمتي بهكا كنكون كالكوليت شومي المونسي ديالي وكيف ما قلت لكم راه بحال ما هذاك اللي خرج لنا قبيله داك الطابلو ما كاينش ما غاديش تلقى سميتو ما غاديش تلقى واحد المساله هادو ما غاديش تلقاهم فهمتي هادو ما غاديش تلقاهم اشنو غادي تلقى غادي تلقى غير الطابلو كما هكا ولي ما فيهش لا فيرميتور بتلقى حدو هنايا حدو هاد الكات فهمتي تلقى حدو هاد الكات بتلقى ستاسيون بي 2 وشاف البي 1 ياك وعاوتاني ستاسيون 2 وشاف البي 2 وشاف 3 وستاسيون 3 وشاف 2 وشاف الكات وستاسيون الكات وشاف 3 صافي وبيحبس وبيضرب اونتري ملي بيضرب اونتري بيخرج لك هذا الطابلو هذا ولاني ما فيهش هادو فهمتي ما فيهش هادو بالمره واضح دونك بهكا كتكون كالكوليتي شومي مولونسي فاش كينفعك هاد شومي مولونسي مثلا كنتي خدام غير عادي ماشي سميتو ماشي شي دوسي تكنيك ولا شي حاجه حيت نورمالمون ما تيقبلوش هاد المسائل فهمتي ما تيقبلوش هاد المسائل نتاع شومي مولونسي واضح دونك بحال ما هكا كنكون قد جيت شومي مولونسي ديالي وعرفت كيفاش نكالكوليه وعرفت لاش كيصلح ليا ولا فاسون ديال الكالكول راه الصراحه راه بسيطه بزاف يعني ما كتديش بزاف ديال الوقت وكنتمنى تكونوا توفقتوا ان شاء الله في الفهم والسلام عليكم ورحمه الله